أحبائي في المسيح في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. مصر الله أن تكونوا في أطيب الأوقات وأسعدها. عزيزي وعزيزتي، في آية في مزمور 27 ذكرتني في حادثة لشخص مؤمن كان يحب الرب كتير كتير كتير، والآية بتقول انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. عزائي، في مزمور 27 عدد 14 آية بتقول انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. كان أحد المؤمنين عنده مرض عضال جدا، وكان قاعد يقاومه فترات وسنين طويلة جدا، وكان كل ما يصير الموقف كثير صعب على حفة الموت واليأس كان يتذكر كلمات الرب انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. إن التجديد القلب وتشجيع الرب إلينا من خلال هذه الآية، من خلال تجاربنا في الحياة، تعطينا الثقة التامة بأنه إلهنا إله حي، وإلهنا بيسمع الصلوات، وإلهنا منتظر أنك تيجي إليه، منتظر أنك أنت توجه أنظارك إليه وتشدد قلبك وتشجع قلبك، وانتظر الرب. يمكن الانتظار يكون طويل زي العادي، كلياتنا مننتظر كثيرا، وانتظرنا وبعدنا مننتظر. في عندك مواقف صعبة، في عندك مرض عضال ومرض صعب عم بتعالج منه خلال سنين طويلة، والرب ما عم بعطيك علاج، لكن وعد الرب صادق وأمين. تأكد يا عزيزي وعزيزتي، وعد الرب صادق وأمين، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. أنا متأكد أن الانتظار صعب، كلياتنا عم ننتظر، لكن ثقتي بالرب يسوع أنه قادر، انه في وقت التجارب انه يجي يسمع الصلاة. عزيزي وعزيزتي، في هذا اللقاء وفي هذا التأمل البسيط، يمكن تمر في حالات صعبة او في مرض او في حال، او عندك طلبة صلاة، او في وضع صعب جدا، فارجوك ان تعلمنا فسوف نصلي معك ونشجعك. ارجوك ان تصل بنا على رقم الهاتف 1-800-215-2468 1-800-215-2468. وإذا كنت تقيم خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، ممكن تتصل بنا على رقم الهاتف عن طريق الفايبر 703-585-4136 703-585-4136. ممكن تبعتنا SMS أو تبعتنا واتساب أو تبعتنا على الفايبر، هذا الرقم بيشتغل عليهم كلهم. فأرجو تتصل بنا وتعلمنا فسوف نصلي معك ونشجعك، سوف نرسل لك إنجيل عهد جديد مجانا. أو ممكنك أن تزور موقع الكنيسة عن طريق www.4godislove.com www.4godislove.com. هناك ممكن تعب استمارة في طلب نسخة مجانية من الإنجيل، أو في التواصل والتعامل معنا. والرب يبارككم.